انا شايف اليومين دول من ساعة ما قال لك عايزين نوفر في الكهرباء عشان نصدر غاز ومشكلة مصر وبلا بلا 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 والمحلات هتقفل الساعة 10 والكلام الحمضان ده، الكهرباء بتقطع في بيوتنا. انا واحد من الناس دلوقتي الكهرباء بقت تقريبا بتقطع، في لازم تقطع تقريبا كل يوم، يا الصبح قوي يا بالليل قوي. فحضراتكم عايزين توفروا غاز وتصدروا بره عشان العملة الصعبة، وفي بلاد بره يتدفوا في الشتاء واحنا نتنفخ احنا بقى. فيعني حتى الكهرباء اللي احنا ماشيين في كل حته، الطرق والكباري والكهرباء، الكهرباء بتقطع. فايه يا حكومه في ايه؟ ركزوا معانا كده شويه. فيعني موضوع الكهرباء بتقطع كتير ده غريب بقى، غريب ومستفز يعني. يا اما بالليل تقلقوا منام اللي خلفونا واحنا لسه في الصيف، خلي بالكم، يا اما الصبح بقى الكهرباء تبقى قاطعه واحنا بقى بنجهز بقى اولادنا ونازلين رايحين مدرسه، بنحضر فطار، بنعمل مش عارف ايه، او حد قاعد في البيت حتى يوم جمعه ولا سبت نكد بقى. فيعني حتى الحاجه النطله اللي احنا فرحانين بيها ومحطات كهرباء وكهرباء مش بتقطع، وايام زمان ودلوقتي والكلام الحمد لله ما بقاش بيحصل يعني. فيعني قطعوا يعني المحلات تقفل الساعه 10 ماشي، تقللوا انوار عمدان النور اللي في الشوارع ماشي، وما تنكدوش علينا في بيوتنا يعني. حتى في بيوتنا مش هنبقى مرتاحين يعني، بنحاسب الكهرباء بالغالي وبتقطعوها علينا يعني. الكهرباء ما عندنا احنا ارخص ما بتصدروها بره، فانتوا بتنكدوا علينا مثلا ولا ايه؟ فيعني ارحمونا شويه والنبي.